إذا مشاهدينا بعد الفقرة الفنية الجميلة دعونا نستقبل في استوديو جديد الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة. صباح الخير. صباح النور، صباح زي الجمال، حضرتك. الحمد لله. صباح الخير، نتشرف بوجودك معنا في برنامج يوم جديد على قناة الغد. لا أنا اللي تشرفت بيك والحقيقة. ربنا يخليك. خلينا نرجع بالزمن شوية في سبعينيات القرن الماضي عندما أسست فرقة المصريين. طبعا تجولتم في أماكن مختلفة، سافرتم إلى سوريا، قدمتم حفلات في لبنان، وكنت في ذلك الوقت تطلب الدعم من شخصيات لدعم هذه الفرقة، وكنت في وقتها أيضا تقدم الأغنية والموسيقى الغربية، ورفضت تقديم الموسيقى والأغنية العربية. سألوك عن السبب، ماذا كان الجواب؟ الأغنية العربية في الوقت ده المقدمة طويلة قوي ولا تدل دلالة عضوية على اللي جاي بعدها. كويس؟ نعم. اتنين، تبتدي تانجو وتقلب مقسوم. في الوقت ده كان عيب قوي إن الشاب يرقص بلدي. قوي. يعني اللي كان بقى يطلع يهز كده وسطه ده الشلة تلفظه ومبقاش منهم ويسقط اجتماعيا، يعني الهيبة بتاعته وحاجات كتير. الكلام ده الأديب العالمي نجيب محفوظ كان جاي يعمل معانا حديث، وأنا الوحيد اللي قريه بقى، وأنا اللي قعدت معاه. أياميها كنا البتيشة، دي فرقة كبيرة جدا كانت بتقدم كفرز كل الأغاني الأجنبي. فلما هو قال لي ما بتعملوش حاجات عربي ليه؟ قلت له بقى، فقال لي لا تستبدل شهوة الكلام بشهوة العمل. نعم. ما بان عليا ان انا ما استوعبتش قوي يعني. فقال لي يعني اللي انت شايفه كويس اعمله. ده بذره واترمت في دماغي. حلو. فطبعا لان كان ده مطلب للشباب. يعني الانجليز عندهم البيتلز، الامريكان عندهم ايجلز، عندهم البيتش بويز، الفرنسيين عندهم سكوت نوار، مش عارف ايش بقى، احنا ما لناش فرقه. ثلاثه، لما الفنان الكبير عبد الحليم حافظ قال لي اعمل له فرقه صغيره قبل ما يتوفى، اخر حفله له، فعملت له الفرقه دي. جبت الاستاذ عمر خورشيد لانه كان بيلعب معانا في البتيشا، وكان بيلعب في المسيه في نفس الوقت، فعارف اغاني. وجبت درامر وبسيت، وقعدنا نتمرن في عند الاستاذ عبد الحليم حافظ في البيت. وضم علينا الاستاذ هاني مهنا والاستاذ مختار السيد الله يرحمه والاستاذ حسن انور. وعملنا الحفله دي. اي مشاهد يحب يتفرج يكتب على اليوتيوب حفله عبد الحليم حافظ في نادي الجزيره. حلو. كويس؟ النص الثاني. بس انا كنت بشنب، انا اقصر واحد فيهم. وكنت اجملهم فعليا. ايه؟ وكنت اجملهم فعليا. لا 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 الحكايه ان انا بقلق لما حد يقول لي انت قيمه وقامه، لا بلاش قيمه، قامه دي خليني قيمه فقط. لا هي قامتك في قيمتك بالتاكيد استاذ هاني. يعني استاذ هاني قدمتم كثير طبعا انتم الموسيقى يعني الغربيه بديتوها وبالتالي العربيه ايضا. استاذ هاني، قد ايه دور الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ ساعد على تحفيزكم لحتى فعلا تعملوا هاي الفرقة المصرية؟ هو طبعا لما قال لي الكلام ده وقال لي اعمل الأغنية اللي انت شايفها مظبوط، انا طبعا عبد الرحيم منصور الشاعر الكبير الله يرحمه بقى عرفني بمحمد منير. واول ما شفت منير في كيمياء كده حصلت، لقيتنا بنحب بعض. حلو. لدرجة انه حضرتك عملت له اربع اغاني تقريبا، صح؟ اربع اغاني وزعت له الاربع التانيين. حلو. في الالبوم الاولاني. الالبوم الاولاني ما نجحش. ليه؟ ما كانش فيه بورتابل كاسيت كتير في مصر، كان الناس بتسمع على البيك اب بتاع صوت القاهرة. واحنا بنسجل الالبوم الاولاني بتاع محمد منير بصيت كده لقيت تحسين يلمس بيلعب جيتار، بيس جيتار، هاني الازهري بيلعب درامز، خليل نظيف اللي هو اسمه ليلو بيلعب جيتار. قلت قال لها ما الفرقه دي بس ناقصها مطرب او مطربه، وهما بيغنوا كويس كلهم. فقلت هو ده بقى العمل الجماعي اللي بقى هنعمله. كويس. المنتج ضمننا ايمان يونس، وانا جبت ممدوح قاسم. ممدوح قاسم كان في الكونسرفتوار معايا، وكنت انا سامع صوته ومعجب بيه قوي، اللي بيقول ما تحسبوش يا بنات. ايوه. صوت لا يتكرر. الحقيقه ان ممدوح كل ما يروح حته يحاول يغني
يقول لها صوتك ده ما ينفعش. وانا كان نفسي يغني. شوف بقى الفرق. فلما جه بقى وعمل ما تحسبوش الناس وقعوا في غرام الاغنيه دي بسبب الحته صوته الصغيره اللي قالها. لان صوت اجش وصوت رجالي ما فيهوش مش عارف. بعد كده لما عملت له اغاني، عملت له مثلا اغاني زي الفارق ما بيني وبين والدي، مساله السن، بتقتنع ان ده راجل عنده خبره في الحياه وبيقول الفرق ما بيني وبين والدي مساله السن، بيقولوا لما كان فاشل يا جماعه صاحبوا ولادكم، ما تفضلوش تقولوا لهم انا الاول انا الاول، مصر كلها طلعت الاول. ازاي يعني؟ يعني احنا 100 مليون، 100 مليون اول، ما فيش واحد تاني، كل واحد كنت بطلع الاول، ما حدش ابدا قال لابنه انا كنت بسقط ومش عارف ايه، بس انت يا ابني حاول تنجح. لا انا بابا قال كده، قال لي يا بابا انا ما بلومكيش، انا ما بحبش الرياضيات. بجد؟ ولا انا ما بحبهاش، وليكي حق ومعاكي حق. لما قلت له ما بحبش الرياضيات. تبدلي ابويا بابوكي. تحب الرياضيات كنت. الحقيقه اضطريت. يعني انا بعد ما حققتها، انا كنت بحب العلوم قوي قوي. نهايه الموسيقى لازم تعرف المودرن الجبرا وتعرف البولي ماثيماتكس، لان نهايه الهارموني كل ما بتدرس وتتصاعد تلاقيه تحول الى رياضيات. رياضيات بس فيها ذوق، يعني داخل فيها الذوق برضو. وهذا التحول هل كان هو سهل؟ يعني التحول من الاغنيه والموسيقى الغربيه الى العربيه، بعد ما اعرف هي يمكن اول كانت حفله لكم مع عبد الحليم حافظ اللي ذكرتها منذ قليل، هي هذه كانت اول مقطوعه عربيه قدموها. عملنا الاهواك، وعملنا اول مره تحبي قلبي، الله، وعملنا توبه. مش كل ما اقول توبه توبه طم طم توبه طم طم بس. وعملنا يا قلبي خبي دايما عليا. في تحويل، يعني التحويل الاول انتم طبعا كنتوا تقدموا اللون الغربي، قدمتوا لون عربي، والتغيير الثاني او التحويل الثاني اللي عملتوه الموسيقى المقدمات الطويله يمكن اللي ذكرتها في البدايه الى شيء عصري يتماشى مع ذلك الوقت. طبعا. فكيف كان بالنسبه لكم؟ هو يعني اذا كنت انا فهمت السؤال كويس. نعم. عبد الحليم حافظ فنان كبير جدا وعنده رؤيه مستقبليه. هو لما جه عندنا ايه اللي خلاه يقول لي اعمل لي فيلم صغير؟ اما جه عندنا في كنا بنلعب في فندق فلسطين في اسكندريه. نعم. 6000 شاب في الماتينيه. فطبعا ايه؟ هو عرف ان الوقت حان ان الفرق تبقى صغيره وتستعمل الات جديده وتستعمل حاجات كده. يعني احنا كنا فرقه صغيره. اللي لعبنا معاه. لكن يمكن بتطلع فوليوم او صوت اكبر من لان طبعا اللي كانوا بيلعبوا معاه بيلعبوا ميلودي وايقاع بس. بيلعبوا اللي هو بيقوله وايقاع. احنا بقى لا، احنا كل واحد بيقول حاجه فبيطلع صوت اجمل واضخم من الحقيقه. لكن هو عرف ان ده المستقبل. وعشان كده لما هو نزلنا في الحفله قال لي هنا لقينا نفسنا. حجز الاوتيلات هيبقى قليل، حجز تذاكر الطيران هيبقى قليل، هنلف في الدول العربيه والعالم نوريهم قد ايه موسيقانا جميله. الله. بس ربنا بقى افتكره. يعني ادي حال الدنيا. طيب يعني هلا حابين نتكلم عن الشاعر الكبير صلاح جاهين وانضمامه للفرقه. قد ايه انضمامه كان ساعد على انتشار الفرقه ونجاحها؟ يا سلام. اصل الاستاذ صلاح جاهين ده واحد شاعر، اثنين كاريتيرست، ثلاثة بيغني، أربعة بيكتب سيناريوهات، خمسة بيمثل، ستة مش قادر أقول لك، يعني صباح صنايع، حاجة غير عادية. أكيد. يعني لما تبص لي أنا بعمل موسيقى فقط. حلو. يعني ما أعرفش أعمل قهوة، ما أعرفش أعمل أي حاجة تانية خالص. فالأستاذ صلاح جاهين عنده وجهات نظر لما نتكلم مع بعض كان بيفتح لي سكك كتير وبيفتح لي قلبه، لأن هو حب فرقة المصريين وقال فكرتني بمولد صباح الخير. صباح الخير دي مجلة مصرية
كان زي ما تقول كل المحررين قاعدين مع بعض مزيد من الحب. احنا في فرقة المصريين دي كان يجمعنا حب شديد، جميع الافراد بيحبوا بعضهم. فده كان كان بيحضر معانا التسجيل، سواء الاغنية هو كاتبها ولا مش كاتبها، واللي الاشهر اغاني فرقة المصريين هو اللي كاتبها. ماشية السنيورة، ما تحسبوش يا بنت الجواز راحة، يا ماما ستو، يعني قليل قوي من الاغاني المشهوره اللي هو ما عملهاش. وهاني شنودة، ما اقرب الاعمال يمكن الى قلبه؟ ذكرت الكثير من الاعمال اللي قدمتوها، و11 سنه كانت كفيله بتغيير الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي. ما اكثر او اقرب الاعمال لك الى قلبك اللي تعتز بها حتى هذه اللحظه؟ انا غصبا عني زحمه يا دنيا زحمه. زحمه يا دنيا زحمه، ليه غصب عنك طيب؟ لان هي الوحيده اللي طلعت العالمية. فأنا مضطر أختار. أنا طبعا من المعجبين بالأستاذ أحمد عدوية، صوت ناي مصري الحزين لما بيغني يا سلام ياخد قلبك معاه. اتنين، دي مشكلة اجتماعية الزحمة اللي بنعاني منها، لأن محدش بيروح سينمات ولا ندوات ولا مسارح ولا بتاع، قفلت الدنيا. لأن إيه؟ حتى لو رحت هتركني فين؟ ما هي الدنيا زحمه. كويس؟ فعلا احنا ممكن ناخدها كمان اوقات، بس نحس اي شيء في زحمه او اي شيء بيتعلق بحياتنا الاجتماعيه بشكل عام بنقول زحمه، هاشتاج زحمه يا دنيا زحمه، دايما زحمه يا دنيا زحمه، زحمه يا مصري زحمه. فبقينا احنا الشباب برضو ماخدينها في كطبيعه حياه، يعني كلمه او جمله متداوله معانا. فلما الجيبسي كينجز غنوها رفعت انا قضيه في فرنسا وكسبت القضيه. حلو. كتبوا اسمي وبتاع، واتضح انها اتغنت في حتت كتير وفي بلاد كتير. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان فرقه المصريين الفرقه الوحيده العالميه، لان احنا عندنا البوم في المانيا. نعم. شغال كل الاتحاد الاوروبي. شغال جامد جدا. وقبل كده كان عندنا فينيل، اللي هو اللونج بلاي، الصوانه الكبيره قوي دي. دي كانت يعني ذا بيست اوف المصريين. ودي كانت يمكن حوالي سنه 80 وبعد جامد جدا، بس ما جاتش مصر لاسباب بقى خاصه بان يعني كان لازم تفوت على المصنفات وحاجات. يمكن على غرار محمد منير التقيت حضرتك بعمرو ذياب في بورسعيد. طبعا. حكينا عن هذا الوقت في ثمانينيات القرن الماضي، كان هذا اللقاء وكان كان في تعاون من اول البوم لإله كمان. طبعا. طبعا. هو الحكايه كلها ان احنا كنا عندنا حفله في فرقه المصريين في بورسعيد، عملنا الحفله ورحنا الاوتيل ننام. انا يا دوبك لبست البيجامه، سمعت حد بيخبط على الباب، فتحت الباب. لقيت شاب جميل. حلو. خير؟ قال لي ممكن دقيقتين؟ اتفضل. دخل جوه. انا عايز ابقى مطرب. سمعنا يا سيدي. سمعني. قلت له بص، شكلك حليوه، ودلوقتي احنا بقى دخلنا في عصر التلفزيون. ماشي. اللي شكله مش قوي ما ينجحش. تمام. اتنين، ودنك كويسه قوي، نوتك كويسه، عربك كويس، كل حاجه كويسه، ما عدا حاجتين. واحد، ان انت هنا في بورسعيد. اتنين، ان انت بتغني باللهجه البورسعيدي. يعني هو من اول يا هاني بك مش الحاجات. فقال لي طيب. طيب بدون ما وما اتكلمش ولا كلمه. فانا قلت قال لا شخصيه لذيذه جدا، اصل في العاده ما تقول للواحد اصل انت عيبك كذا، لا اصل انا، ويبتدي يبرر. ايوه يبرر. واحنا شاطرين قوي في التبرير بما فيهم انا يعني. لا طبيعه الانسان. اظن ان دي طبيعه عربيه على فكره، يعني مش كل الناس كده. المهم يعني، وانا بشوفها لطيفه. لان طبعا بيجي لك حاجه، اصل ماما كانت بتوجعني، اصل المترو دخل عندنا في اوضه النوم، اصل يعني كلام كله. فمش انا نمت. صحيت الصبح، نزلت قدام الاتوبيس، الفرقه كلها واقفه مستنيني. ومعاهم عم. قلت له خير يا ابني، في ايه؟ قال لي جاي معاكم مصر. قلت له جاي معانا مصر ازاي؟ انا في حته ابوه، هتقعد عند مين؟ مين؟ قال لي مالكش دعوه. مش انت قلت احد عيوبك ان انت مش في القاهره؟ هبقى في القاهره.
واشتغل على هذا الشيء. يمكن عمرو دياب وصل إلى ما وصل إليه الآن، الهضبة، الفنان عمرو دياب حقيقة، الموسيقار المصري العربي العالمي الكبير. هاني شنودة، كن ضيف كريم معنا في برنامج يوم جديد، تشرفنا حقيقة تواجدك معنا، وكان الحوار معك أيضا جدا جميل جدا. يعني أنا تشرفت النهاردة، ومش عارف اقول لك انتوا يعني عاملين الواجب اللي عليكم، ذاكريني اكتر ما انا عارف نفسي. شرف، شكرا، شرفنا بيوم جديد، وشكر وجودك معنا.